FM. الكلمة ليك. القطاع الدواجن صحيح فيه بعض المخالفات، لكن ما يمثلش حاجة كبيرة من جملة المخالفات. 7% من مجموع المخالفات الاقتصادية المرفوعة، معناتها 7% تتعلق بالسلامة ولا بالأسعار؟ تتعلق أنا أساسا تو نجيو للأسعار. أعطيني السلامة الساعة. السلامة مست السلامة، هذه مذابح عشوائية تم رصدها. كيفنا نعرفوا اللي احنا يمنع بيع الدجاج وذبحه بطريقة عشوائية، تم التصدي ليه في الأسواق الأسبوعية، تم التصدي ليه من طرف أعوان المراقبة في المذابح العشوائية، كيفني اللي صار في ولاية منوبة كيفنا قلت، معناتها تم اكتشاف العديد من المذابح وتم غلقها والتصدي لها والمراقبة الاقتصادية بالمرصاد. حتى البارح وقعت حملة كبيرة للمحلات هذه العشوائية متاع، وتم حجز كمية من الدواجن أنهم يذبحوا في ظروف غير صحية، وتم إصدار قرارات بالغلق متاع المذابح العشوائية هذه. أما كيف نقلت مش عدد كبير ومش نسبة كبيرة، 7% من مجموع المخالفات الاقتصادية مثل قطاع الدواجن. الكلمة ليك.